اليوم زلابيا تجيل الطيبين. تبتعد عني خليك قريب مني، لا تبتعد عني خليك قريب مني، واللي تبي سوى سوى تو النهار تو تو النهار. طبعا اول شيء راح نحط كوب طحين مع 4 ملاعق نشا الذرة وربع ملعقة بيكنج سودا وايضا 4 ملاعق من الزبادي او الروب. الحين راح نحط صبغة غذائية و 150 ملي لتر من الماء الدافي. وكذي الخليط عندنا جاهز. والحين نخليه يرتاح لمدة ربع ساعة، وعلى ما يرتاح راح نحط 3 أكواب من السكر. مع 1.5 كوب ماي دافي. وأيضا حق النكهة راح نحط الهيل مع 10 ليمون. ونبتدي نطبخ هذا الموضوع لمدة ربع ساعة. وصار يا معلم جاهز. والحين نرجع على الخليط عقب ما ارتاح ربع ساعة، راح ابتدي احطه داخل علبة على اساس اقدر اشكل فيه تالي. والحين يا معلم راح نجيب المقلة ونحط عليها الزيت على حرارة متوسطة. والحين نبتدي نشكل، مهم جدا تكون الفتحة المطلوبة بالمقاس المطلوب على أساس تطلع معاكم الزلابية. أنا طلعت معاي بهالحجم شوية كبير، لو كنت مزقرها كانت تطلع أصغر وأضبط، ولكن هذه نتيجتنا. وبعد ما ارتاحت الشيرة اللي أنا سويتها مع الهيل، نبتدي ناخذ الزلابية ونقمس فيها تالي، نطلعها ونخليها شوية طقها الهواء على أساس تتماسك معانا. وحق التزيين قلت أجيب شوية هيل وطحنها. وبشذي صارت الزلابية جاهزة، بس باقي التزيين. وعلينا وعليكم بألف عافية، وتحية خاصة للفنان المحبوب خالد بن حسين.